بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نلتقيكم في هذه الأيام المباركة ونحن نتنسم عبق هذا الشهر الفضيل، عاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. نلتقيكم في عدد جديد من مجلتكم فيض الوطن. تحية لك وطني وتحية لكم مشاهدينا أينما كنتم. في إطار التعاون المستمر بين وحدة تنفيذ السدود وجامعة الخرطوم ممثلة في الهيئة الاستشارية وكذلك معهد بحوث البناء والطرق وامتدادا للعمل الوطني التشاركي، قدمت الوحدة هدايا فنية وبحثية إلى جامعة الخرطوم عبر مرافقها وأذرعها البحثية والعلمية. التأم شمل اللجنة العليا لتوثيق مشروعات وتجارب إنشاء السدود التي تمت في السودان، بدءا بمشروع سد مروي وما تلاه من تعلية سد الروسيرس وإنشاء مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت، توثيقا لذاكرة العطاء والإبداع السوداني والذي تجاوز آفاقا قصية في توطين تجارب وخبرات إنشاء المشروعات الحيوية من خلال المكون المحلي السوداني وبمستوى مبتكر ومتميز. أنا بفتكر يعني نحن دايرين التجربة دي نوثقها، دايرين نحفظها، ودايرين نقدمها للشعب السوداني. يعني فرح ديل أبناء السودان العمل ده، يعني ديل أبناء السودان وهم الآن شركاء. يعني مصير كمهندس الآن سكندد للاستشاري، عشرات بيطلبوا الاستشاري، طلعوا وشغالين بيشتغلوا مع جسم الاستشاري، ما بتعرفون أنت يعني ده سوداني وده ألماني وده كده شغالين. فحقيقة في عملت ملحمة كبيرة جدا في الاتجاه ده. أنا بقول إنه يعني الحكاية ده إنه نطلعها في مواعيد. مهمة اللجنة دي، أرجع وأختم كلامي، مهمة اللجنة دي يا إخواننا هي ما مهمة تنفيذية معروفة بالنسبة لكم، هي مهمة تخطيطية وإشرافية. نحن دايرين نخطط، اللجنة دايرين تخطط المادة دي كيف نطلعها ونخط أطر، نقول ده والله بيدعم في اتجاه كده وده بيدعم في اتجاه كده وده ممكن يبقى كتاب وده ممكن يبقى فيلم وده يمكن كده. لكن في الوسائل انا انبه بس انه لابد الناس يرصدوا الشخصيات كلها. مشروع مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت يهدف إلى المساهمة في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء في جمهورية السودان عبر توليد الكهرباء من محطة التوليد بالمشروع، وذلك من خلال استغلال المياه المتوفرة في بحيرة مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت لتحقق إضافة كبيرة للشبكة القومية للكهرباء. يتكون مشروع محطة التوليد بمجمع سدي أعالي عطبرة وستيت من أعمال كهربائية وكهربائية تشمل معدات محطة توليد بقدرة إجمالية تبلغ حوالي 80 ميجاوات. تتكون محطة التوليد من 4 توربينات عمودية بقدرة 320 ميجاوات لكل توربينة. خطوات متسارعة ومراحل متقدمة بلغتها محطة توليد كهرباء مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت لتكون بذلك إضافة نوعية للشبكة القومية من خلال تغطيتها للطلب على الكهرباء. إلى ذلك يعتبر مجمع سدي أعالي عطبرة وستيت صرحا من صروح التنمية والتغيير الاقتصادي والاجتماعي بالمنطقة وعموم السودان، وحلقة في منظومة السدود التي تقوم الدولة بتنفيذها
لتغيير وجه الحياة وتحسين البيئة، وتصب في مصلحة الاقتصاد الوطني ومستقبل الأجيال. ومن فوائد مشروع مجمع سدي أعلى عبر روسيتات إضافة 320 ميجاوات للشبكة القومية للكهرباء، إلى جانب التوسع في المساحات الزراعية بالولايتين، إلى جانب تغيير الحياة الاجتماعية والاقتصادية لأهل المنطقة، إضافة إلى زيادة الإنتاج في الثروة السمكية والحيوانية والإسهام في المناشط السياحية وقطاع الخدمات. مجمع سدي أعالي عدبر وستات مشروع يستحق الإشادة والتقدير لما يصاحبه من حرص على احترام المواقيت ومراعاة المواصفات الفنية العالية الجودة في إنجاز مثل هذه المشروعات، حتى يكون في خدمة الاقتصاد القومي والمواطنين دون آثار جانبية سالبة تؤثر على الجدوى الاقتصادية والاجتماعية من هذا المشروع. مدن إعادة توطين المتأثرين من قيام مجمع سدي أعالي عدبر وستات تستقبل شهر رمضان المبارك وسط إيمانيات وروحانيات عالية. مشاهد كثيرا ما نراها في المدن السودانية وظاهرة لا تغيب رغم تغيير الأماكن واختلاف السحنات والألوان والأعراق، وبصمة تظل في صفحات التاريخ السوداني إرثا يتناقله الأجيال جيلا بعد جيل، ألا وهو ظاهرة الإفطار في الطرقات والشوارع والمساجد خلال شهر رمضان. مدن إعادة توطين المتأثرين من قيام مجمع سدي أعالي عدبر وستات تتزين طرقاتها بمواقع الإفطارات الجماعية، حيث تقوم كل أسرة بإخراج صينية الإفطار إلى أقرب ميدان أو مساحة أو شارع رئيسي أو مصلى ليدرك من تأخر في الوصول إلى بيته الإفطار معهم. وفي مشهد يجسد معاني التكافل والتواصل والتراحم والتعاون، يتبادل الكثيرون وجبات الإفطار في البرش الرمضاني إلى جانب تحضير القهوة والشاي عقب الفراغ من وجبة الإفطار. وبعد الانتهاء من الإفطار يصف الجميع لأداء صلاة المغرب حمدا وثناء وشكرا لله عز وجل أن أبلغهم رمضان ووفقهم إلى صيامه وقيامه، سائلين الله تعالى أن يتقبل منهم وأن يجعلهم من عتقاء هذا الشهر الكريم، وأن يعوده عليهم وعلى أهل السودان والأمة الإسلامية جمعاء بالخير واليمن والبركات والأمن والسلام. انزل يا شجر، انزل يا
العرش استراحوا. عليها من حال فجر لبسوا شح سماحة. عليها نظر يا عين نظر. عليها عليها سر سلسل موية فيها شيمة من مضر. شوف حال المراعي بقى كيف يا سر سلسل موية فيها شيمة من مضر. عزم الرجال معروف شيدنا للكعبة اسم الأمام من خوف. وليل شيدنا للكعبة اسم الأمام من خوف. على الحفائر زين فيها المراح بيطول. على الحفائر سيدول الخير خيرك نجع في الجو. جات المطر جات ودنا تصلا وامتلت الجداول. ومدنا تصلات وامتلت الجداول. وداعي الفجر فات شاقتنا السياحة
مشاهدينا بكم ومعكم تصفحنا هذا العدد من مجلتكم فيض الوطن. لمزيد من المتابعة يرجى زيارة موقعنا على الإنترنت www.diu.gov.sd. في الختام لكم خالص تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء. سلفي مثيرانك وعبد